بان موفق حجيراته ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنت بلنس مع عبد الرحمن العصيبي تخرج لها من المنعطف الثاني لتدخل للخط المستقيم تحت اشراف وتدريب اسطبلات المعتز بقياده المدرب احمد زعروره ابو الياسر. ما شاء الله تبارك الله شاركت هنا على ارضيه ميدان الاحلام حصلت على المرتبه الاولى شاركت ايضا في شوط الكبار. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد للملك سليمان موفق حجيرات مدرب احمد زعروره اسطبلات المعتز بالتوفيق ان شاء الله.